مايور صباح الخير. هاي خبرية حبيبتي بالفرنس. ما هيك هلا عم بقلك عم فاجئك عم فاجئك على الهوا. شفتي حتى اذا هيك تاخذي حلو بينحضر الفيلم. ايه مهضوم الفيلم يعني. وهلا في اذا بدك تاخذيهم كمان مش بالانجليزي ساعتها صار فيك تاخذي فيلم ايه فيك تاخذيه على الـ على الـ الفيرسيون الفرنساوية هيك بكل سهولة. شفتي عم ريحك ما تقولي ما عندي خيارات. عم بطرح قدامي كل الخيارات بالضبط. واذا بدك تحضري فيلم لبناني روحي شوفي مورين كمان. ايه حلو كثير لانه غيدا الكونسيير بالفلومه حبيبتي الناصحه. اليوم الحواس عند الطفل كيف بتتطور؟ اكيد هيدا يعني شيء الاهل بيستنجوه مع اطفالهم وبيحبوا هالموضوع هيدا كيف بيكتشفوا يعني كل شهر شو بيقدر يعمل الولد ان كان بحواسه ان كان بقدرته على التحرك على رفع الرأس على المشي على الجلوس. كل هالتحرك والتطور الجسدي عند الأولاد من وقت ما بيخلق الطفل الأهل عندهم متعة لاكتشاف الولد شو عم يعمل. بنفس الوقت هي متعة وبنفس الوقت هي كمان قلق أوقات. هي إيه هي بازل بالضبط لأنه بنبقى ناطرين بيكونوا ناطرين كل الوقت أنه ما عمل هيك بهيدا العمر لازم يمشي هيك بهيدا العمر لازم يقعد هيك فإذا مش منيح فإذا لازم أسأل البيدياتر لازم شوف شو فيه. يعني أوقات عن جد ما بيكون في سبب للقلق وإنما خاصة الأهل اللي كتير عندهم هالأوفر بروتكشن أو المبالغة بحماية أطفالهم بيبقوا ناطرين وبدهم عن جد أنه الولد يمشي ويقعد ويتحرك بحسب المراجع. مش هيك مثل ما بنقول دايما مزبوط المراجع بتقدم لنا مارج معينة بمسافة زمنية معينة وفقا لهالمسافة بنقول الولد بيمشي أو الولد بيقعد بس بنقدر نتخطى هالمسافة بوقت معين بشهرين أو ثلاثة أشهر منا أبدا مشكلة إلا في ما يكون لغز طويل يعني مزبوط. بس يخلص دغري. يعني دايما التقييم يلي بدنا نعمله كأم أو كأب منه تقييم أنه مثلا خلينا افترض أنه ما حكي وقتها بنقول نحن عمره سنتين مثلا وما حكي. هلأ إذا ما حكي مع قصة انه ما في تواصل بصري مع قصة انه ما عم يكترث لوجودنا ما عم يركض لينا ما عم يضحك اذا ضحكناه اوكي هيدا مصدر للقلق هيدا شيء. واذا ما حكي وانما هو بيعمل هول كلهم وبس ما حكي وبس عم بيقول كلمات او كلمات يمكن غير مكتمله ما بنقلق ايه؟ لانه بنعتبر انه اوكي ما حكي بس هو عم بيكون عم بيكمل قدراته او عم بيطور قدراته بمطارح ثانيه. نفس الشيء بالنسبه للمشي. يعني اذا ما مشي الولد على عمر السنه وشهرين سنه وثلاث اشهر مع ارتخاء بالعضلات مع بنحس انه ما قادر يتحكم جسديا حتى بوضعياته الجسديه بيوقع كثير الى اخره الى اخره مع ارتخاء ببعض الاعضاء بالجسم يلي ببين قبل عمر سنه وثلاث اشهر هذا الموضوع اكيد بنقلق. بس اذا كان عم يمشي مستند لاساس البيت لفرش البيت وعم يوقع اوقات واوقات بخلص حاله اوقات لا والى اخره بس انه شايفين نحن والفحص تبع البيدياتر بيقول انه الولد منيح ما بنقلق. فاذا مش كل ما تاخر الطفل باكتساب قدرات معينه نحن بدنا نقلق ونحن كمان من خلال ردات فعلنا كثير قادرين نساعد اطفالنا انه يطوروا حواسهم يطوروا حركتهم كمان بشكل مزبوط لانه بدهم تشجيع. يعني الولد بخاف الاطفال بخافوا هن وصغار من كل شيء جديد عم يعملوه مثل اي شخص راشد عم بيسوق يمكن جديد او عم يعمل اكتيفيتي يعني نشاط رياضي جديد اذا ما شجعتيه يمكن يضرب فراله لورا ويقول ما بدي. فالولد نفس الشيء بحاجه دائما انه يشوف ضحكتي يشوفنا عم شجعه ما بدي انرعب وخاف اذا هو وقع. يعني اذا اوقات انا دائما بعطي نفس المثل غيدا لانه كثير بنشوفه عند الاطفال هن وصغار بس عم بيكون في بيعلق الولد بمطرح شوي ضيق يمكن بين الطاوله والكرسي في مطرح عقده على شوي فبصير هو عتلين هم عم يتطلع عم بيعمل سكان كيف بدي اطلع. هلا هون اذا رعبت الام يقبرني وحبيبه وقربت وعا يعلق وما بعرف شو هو ما بيموت رعبه هو ما رح يعمل افار تيفكر لثواني انا كيف بدي اطلع لانه هو بده يفكر لثواني كيف بدي امشي او كيف بدي ابراسي وكيف بدي اخرج من هالمكان. فاذا لما بيشوفها هي خايفه هو رح يخاف بس لما بيشوفها هي واثقه فيه وايه مامي وفيك وانت ابداي ويلا والى اخره ما رح يخاف بقى. يعني ردات فعل الام كثير 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 بتكون اساسيه وخاصه بتطور اطفالنا من خلال النطق من خلال ردات فعلهم العفويه والحلوه بالضحك وبالكلام والى اخره. صحيح. نحن رح نحكي اكثر اكيد عن هالموضوع غيدا بس محضرين ريبورتاج للمشاهدين نحضره سوا ونكفي. يلا يلا.
شاطر آدم، برافو ماما. الدمى، برافو ماما. يلا تعال. ماما هون. يلا عندي صبيانين، أول واحد عمره 2.5 اسمه محمد، تاني واحد عمره هلأ حيصير سنة اسمه آدم. أكيد لاحظت في physical development متغيرة بين الواحد والتاني، صار في كتير فروقات، يعني في قصص صارت عند الأول ما صارت عند التاني، تأخرت في قصص صارت عند التاني ما صارت عند الأول. محمد الكبير حبي على 9 أشهر بلش يوقف، أول مرة وقف كان عمره 9 أشهر، بينما آدم هلأ على السنة بلش يوقف، هلأ عن جديد بلش يوقف، يعني بلش هلأ يدبدب، بلش يعني على حافة السوفا بلش يوقف، بتخته بلش يهدي ويعمل البوش من إجري، يعني هلأ عن جديد بلش فيهم هدول. آدم على عمر السنة هلأ صار بيقدر يوقف بكل رياحة، صار بيقدر يحبي بطريقة كتير منيحة، صار بيقدر يمسك إذا شاف مثلا جارور، شاف خزانة صغيرة صار بيعرف يفتحها، بيعرف يطلع منها أغراض يحطهم برا، يفوت هو يقعد مطرحهم، صار كتير شاطر بهيدي القصص، بيعرف يفدي جارور بكل رياحة ويرجع يردهم محلهم. هدول أكتر شيء يعني هلأ عن جديد عم بقلك عملهم، لأنه أنا تفاجأت فيه، لأنه خيو على 9 أشهر كان أوريدي بيعملون هالقصص، على السنة خيو كان بيمشي، هلأ هو بحس بده بعد شي شهر ركض ليتعود ليتعلم يمشي. مونكي يه، برافو برافو آدم. مين الشاطر؟ برافو بريس. بساعده بطريقة التشجيع أكتر شيء، يعني لما لقيه عمل شغلة أنا بنبسط فيها دغري بقول له برافو ماما، بزقف له أو بعيط له لحمود بقول له تعال شوف آدم شو عمل، بنصير نزقف له كلياتنا، فدغري بينبسط وهو منبسطه بصير يزقف معنا. بساعده كمان لما لقي مثلا أنه ممكن يتأذى بشيء، دغري بركض بساعده مثلا تما يعور حاله، تما يقع على راسه، تما يقع على ايده بطريقه ثقيله انه يتوجع. بس بشكل عام قد ما فيني بحاول اتركه لحاله ياخذ هو مجده، هو يستكشف لحاله والقصص اللي حواليه. يلا يلا يلا، برافو برافو آدم. موضوع كتير عم نشوف الام كيف عم تحكي عن الاولاد الاثنين وكيف كمان عم تتفاعل معهم وكيف عم تقارن حتى شوي بيناتهم. يعني هون شو بتخبرينا باللي شفناه هلا على الهواء؟ يعني قد ما بنجرب اول شيء نهرب من المقارنه انه بتفرض حالها بالنهايه. هلا المقارنه خاصه اذا قراب بالعمر يعني شوي مزبوط. هلا جسديا الامات كلهم بيعرفوا انه كل ولد عنده نمط معين، طالما هو وفق اكيد مثل ما قلنا فتره زمنيه معينه، منا عم تتخطى باشهر او بزمن طويل يعني الفتره اللي لازم يكتسب فيها قدرات اكيد، وانما المقارنه ما بتجوز بعدين بالقدرات الذهنيه، القدرات الفكريه، هون بنكون نحن عم نزعج حالنا، عم نعذب حالنا وعم نعذب اولادنا. هلا بدي اقول لها انه اول شيء يعني احلى شيء شفته انه هالتفاعل معهم يلي بيشجع انه هالولد اكثر واكثر ينطلق، اكثر واكثر يمشي، ما يخاف، يوقف الى اخره، خاصه وانه الشخص المفضل عند الطفل هو الماما. صح. واذا الماما مبسوطه باللي انا عم بعمله، عم تضحك لي وعم بتشجعني وعم بتقول لي برافو، يعني انا عندي الضوء الاخضر كفي، انا كمان بنبسط باللي انا عم بعمله. فاذا هون بدي اعطي مثل انه بعض الامهات يلي بايدوا كثير حركه اطفالهم لاسباب معينه بجربوا هيك يمكن نحطها حجج اوقات، وانما اوقات عن جد نزعج اولادنا وقت كثير بنايد لهم حركتهم. يعني مثلا بيبقى في ساعات طويله بالنهار نحن حاطين الولد بالبوسات كل الوقت او حاطين الولد بالبيبي ريلاكس كل الوقت، هيدا الشيء عم بايد له من حركته للولد، وخاصه خاصه بين عمر تقريبا 9 أشهر 8-9 أشهر وعمر السنة ونص. أكيد لأنه بعد السنة ونص أساساً هو لح يرفض رفض قاطع أنه يكون قاعد ببوسات أو يعني بس بيقعد بالهاي تشير تياكل، بدل شوي قاعد بس بده يتنقل بالبيت لأنه صار يمشي. وإنما لبس أحكي عن طفل عمره
تقريبا 8 شهور وما فوق، هون اخطر انه انا ايد حركه الطفل، لانه بكون عن جد ما عم بسمح له انه هو يكتشف شو قدراته الجسديه. وهيدا بنشوفها كثير للاسف، انه لانه عندنا شغل بالمطبخ او لانه عندنا شغل بالبيت، اوقات بيمرق يمكن ساعتين هالولد قاعد بكرسته، بالوقت اللي هو عم يقشع من بعيد هالجرور اللي عباله يفتح، وعم يقشع هالطاوله اللي بده يدقرها، بده هو يكتشف انه انا بقدر اوصل لهالكرسي، بقدر اوصل لهالباب. بدي اترك له هيدا الفرصة، لأنه إذا ما اكتشف هيدا القدرات هو بصير يخاف. وبالتالي في عمر معين إذا أنا ضليت مكبلة هالطفل وكأنه هيك عم بمنعه إنه هو يتحرك، بعمر معين ممكن إنه يصير هو يخاف إنه يتحرك ويصر على ملازمة أمه. يعني يصر إنه أنا بيبكي يمكن إذا بعدت عنه، بيعتبر انه اذا التفت بالاوضه انا ما فيني امشي فشخه اذا هي مش موجوده لان لازم اتهدى فيها. فنحن بنساهم انه نخلق عنده هيدا الخوف بدون ما نحن نعرف اكيد. وكمان من من ميله ثانيه غيدا، نحن بنكون عم نقضي على تطور قدرات التواصل اللي عنده اياها الطفل، لانه بنعتبر اوقات انه عم نقعد الطفل كثير قدام التي في. برجع بقول تنقوم باعمالنا المنزليه يمكن، او باعمالنا شغلنا اللي بنحمله معنا على البيت، كمان ما عم يتفاعل. صح، يعني كمان ما عم يتفاعل بضحكه، ما عم يتفاعل انه عم يحكي معنا، وهو بحاجه كمان انه يتفاعل، لانه هو التفاعل مع التي في كثير بيأذي. لانه وقت بده يتفاعل مع التي في هيدا بيعني انه عم بحكي وعم كاغي وعم بضحك بس ما حدا عم برد علي. يعني التي في ما بيعيط له باسمه. ايه؟ البرسوناج اللي موجودين بالتي في ما بيعيطوا له باسمه، ما بيقولوا له ايه برافو دقفت شفت شو عملت، ما بيقولوا شيء، بالعكس هو اللي عم بيعلق معه ابدا، هو اللي عم بيقول له انه انا شايفكم، ما عم بيقولوا له نحن شايفينك. فاذا هيدا كمان شيء مؤذي للاطفال. هلا فيما يخص الحركه مثل ما شفنا، لانه ديجا كمان وصل كان سؤال تحت الهواء عن عمر المشي، كمان انه الولد يلي عمره 18 شهر وقدرته على المشي ما تطورت 100%، هل هالشي بيقله او لا؟ برجع بقول انه بدنا نسال طبيب الاطفال نشوف باي كونتكست جاي هالتاخر. نعم. اذا كل شيء منيح، لا بيقدر بعمر 18 شهر يكون بعده شوي مأخر، انه بعده عم يمشي عم يتهدى بالاشياء ما ركز مشيته، وصولا لمن بعد شهر شهرين يمكن يمشي ويكون ركز مشيته اكثر. صحيح. اكيد. هلا التفاعل مثل ما شفنا بالالعاب هو تفاعل كتير كتير مهم مع الولاد، لأنه الولد بيتعلم من خلال اللعب. وقت بقول بيتعلم من خلال اللعب بيتعلم كتير أشياء، بيتعلم أسماء الألعاب إن كان شيبس، أشكال معينة، ألوان معينة إلى آخره، وبيتعلم أهم شيء أنه هو عنده سلطة أو قدرة أنه يحرك هالألعاب مثل ما بده كمان. يعني بيتعلم أول شيء من خلال أنه يكب هاللعبة على الأرض، تقريبا بين عمر 9 أشهر والسنة وشهرين، سنة وثلاث أشهر، بنصير نحس أنه ولادنا بيحبوا يكبوا وعم ينبسطوا بهيدا الموضوع. يعني مشان هيك هون كمان ما بدنا نخلي حالنا انه يمكن اذا جايين معصبين، اذا جايين مش طايقين نسمع صوت، بنصير اوقات نحن خلص ما بلحق اعطيك اياها، بابا كبه بدي ضبها بالجرور، ما الك لعبه، ما الك كيوب. فانا بقول للام لا، ما هو جزء من هالتطور، هو عم بكبه جزء من تطوره، فانا بعطيه اياها وبتركه يكب هاللعبه قد ما بده. هلا اكيد هون بعد اوقات محدده، يعني مرات محدده كبه وتعبنا ما فينا اكثر من 6-7 مرات نلمه ونعطيه اللعبه للطفل، بنقدر نحن بشكل كثير سلس نقترح بديل نحطها على جنب بس نعطيه شيء ثاني، تعال نلعب بهاي، شو رايك تشوف هاي الى اخره. حتى اذا نحن كنا مشغولين عن الطفل، يعني ما بدي انا ينفهم كلامي غلط انه طبيعي ننشغل عن اطفالنا، اكيد طبيعي، انا كثير مسؤوليات بكون، بس بنفس الوقت بقدر انا قوم بمسؤولياتي وكل فتره محدده عدد دقائق ارجع اطلع بالطفل، اتحكله، اتحاور انا وياه بلغته يمكن لدقيقتين ثلاثه مش اكثر، بس خليه يشعر انه انا عم بسمع هو شو عم بيقول لي، لانه كمان بحسب الدراسات هيدا الشيء بخليه بفتره زمنيه سريعه يزيد من الريبرتوار المفردات يلي هو عنده اياها. واذا كان عم يحكينا، بما انه اتطرقنا للحكي بلغه طفوليه، يعني اذا كان عم يحكينا بعمر السنه ونص تقريبا بلغه النانا مثلا للاكل 100% هول الاشياء، بوا للمي،
نحن لا، هون مهمتنا انه نستعمل كلمة مي. ما منصلح ومنقول قول مي، اكيد لا، بس منقوله ايه ماما انت عم تشرب مي، ايه ماما هلا عم ناكل، عم ناكل اكل او عم ناكل رز او عم ناكل لحمة، هول كمان بفيدوا كتير حتى نزيد المفردات. مزبوط. هلا انا حابة احكي شوي كمان غيدة عن اوقات بس يكون في اولاد اكبر بالبيت شو بيصير، لانه هيدا منشوفها كمان. يعني بس يكون عندك طفل مثلا عمره سنة بعده عم يمشي جديد وبعده مبسوط بالمشي والى اخره، وعندك طفل اكبر بيبقى عمره تقريبا يمكن 3-4 سنين وما فوق، اوقات هالولد الكبير بأيد له حركته للولد الصغير، او بدافع الغيره او بدافع انه عم يزعج، عم بحرتي، عم يدقر كتير، عم بكب المخده على الارض وانا بدي اضطر لم من وراه، فبصير مصدر ازعاج لهالولد الكبير، وبصير هالولد الكبير يعيط اوقات ويصرخ على خيه او كمان. اخته، يعني بمعنى انه بصير فيه انه لا خلص اقعد ما تدقر هاي، اوقات بنصير نسكر له الباب ما في يظهر من الاوضه، خاصه اذا الام كانت اوقات حتى الكبير وسع صغير انه انتبه له شوي تانا خلص شغله معينه، كمان هيدي بدنا ننتبه لها، لانه هيدي اوقات اذا صارت مزمنه واذا صارت انه هالولد عم بحس انه الاشخاص اللي بحبهم اكثر شيء خيي او اختي ما عم بخلوني اتحرك، كمان اذا صارت مزمنه بدي ركز اذا مزمنه هيدا الاهم. يعني هيدي الاشياء بتصير بكل العيال، كلنا صارت معنا ببيوتنا بدون استثناء، بس بدي انتبه على العامل انه ما تصير مزمنة. يعني تصير طريقة تواصل عم نتواصل فيها، هون بيصير في خطر انه نحن نأثر نفسيا ونأثر مسلكيا على انه هالولد يتأخر بتطوير قدراته. وانما كل شيء بيصير هيك مرور الكرام نحن منعالجه، منه ابدا مشكلة اكيدة. والنقطة الأخيرة اللي لازم نحكي عنها هي نقطة المبالغة بالحماية كمان. نرجع نتطرق لإلها، خاصة لما بيكون في إصرار من الأم إنه تلازم طفلة كل الوقت، يعني بيكون في أوقات إصرار من الأم مثلا إنه تضل حملته تطل عليه كذا مرة بالليل، بركي اختنق، بركي صار له شيء بالسوبر ماركت، ما بتتركه أبدا ولا ثواني إنه يدقر شيء معين. نفس الشيء بالسيارة، في أمات بعرفهم أنا تيضلوا يشوفوا الولد لقد هيدا شيء منه صحي وسليم أبدا، بحطوه حدهم ما بحطوه وراء بالكارسيت. يعني هيدا شيء كمان مشكلة كبيرة 100% هون، لأنه بتقلك الأم ما أنا بخاف يصير له شيء، ما أنا بدي إنه هو يضل تحت نظري. أنا دايما بقول لهم إنه بعد سنين إذا أنت عندك هيدا الخوف هو كمان رح يخاف ورح يكون بده اياك انت تضلي تحت نظره. صح، وهيدا بنشوفها كثير، يعني بنشوفها كثير انه امات بيعترفوا لنا انه ايه بس كان صغير قد ايه بالغوا بحمايه الطفل، ومع السنين ممكن يطور هيدا الطفل قلق من الانفصال عن الام. فاذا هيدا امور كثير كمان بدنا ننتبه لها. هلا بالفقره الثانيه اللي عنا اياها اليوم غيدا اكيد رح ناخذ اتصالات المشاهدين، اكيد، بس قبل ما ناخذ اتصالات المشاهدين بدي اجاوب على سؤال انا بالفقره الثانيه يلي هو هول الانعكاسات يلي الطفل بفرجيهم. بتعرفي مثلا بيكون بيبي بتحطي اصبعك بايده بيكمش لك اصبعك بايده بيسكر ايده، فاذا بدي احكي بس سريعا عن هول الامور انا اعطي جواب لسيد طرحت سؤال ونرجع ناخذ اتصالات. اكيد رح نتابع معك بعد لحظات مايا وايضا اتصالات المشاهدين، خليكن معنا.